السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم الموجز الأخباري لهذا اليوم. كلمة السوداني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. جعفر الصدر يعلن تضامنه مع حزب الله، معكم يا أشرف الناس. قائد الحرس الثوري الإيراني، حزب الله سينتصر وجبهات الشياطين لن تستطيع هزيمته. الحرس الثوري، إسرائيل لا تملك قدرة الهجوم على حزب الله. الدفاع السوري تعلن مقتل 5 عسكريين في هجوم إسرائيلي. فائق زيدان، ولاية القانون والقضاء هي ولاية دستورية وقانونية. ضريبة جديدة سترفع أسعار المنازل وسوق العقارات بالعراق إلى الركود. خبير عراقي يطرح مبدأ لا عودة في لبنان. نحن أمام نفاق أكبر دولة في العالم. الحكيم يوجه دعوة للاهتمام بالمعالم السياحية داخل العراق. السامراء يشيد بكلمة السوداني أمام الأمم المتحدة رغم محاولات التهدئة. تقرير أمريكي يتحدث عن رغبة إسرائيلية حقيقية بغزو لبنان. إليكم تفاصيل الأخبار. قال رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني يوم الخميس 26 أيلول 2024 إن إيقاف ما يحدث في فلسطين والمنطقة من انتهاكات هو مسؤولية الجميع، وفيما أشار إلى فشل مجلس الأمن في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. أكد وقوف العراق مع لبنان والمضي بتقديم المساعدات لتجاوز آثار هذه الاعتداءات. وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة السوداني التي ألقاها في الدورة 79 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تنعقد الدورة 79 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظروف خطيرة تمر على الشرق الأوسط. يواجه النظام الدولي امتحانا صعبا يهدد وجوده ويجعله عاجزا عن تحقيق أهدافه، ومنها الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين وحقوق الإنسان. نشهد اليوم سوابق لخرق المواثيق والأعراف الدولية، ويتم تحييد المؤسسات الدولية المعنية بإدارة العلاقات الدولية وتنظيمها وتعزيز السلم والاستقرار. غياب هذه المسؤولية يتسبب باللجوء إلى آليات بديلة، وتجاهل هذه المؤسسات ينذر بعودة العلاقات الدولية إلى حالة الفوضى. علينا الإشادة ببعض المواقف الشجاعة لعدد من الشخصيات التي تترأس هذه المؤسسات الأممية، ومنهم الأمين العام للأمم المتحدة. ورغم المجهودات الكبيرة نرى غياب التأثير الفعال. أعرب السفير العراقي لدى بريطانيا محمد جعفر الصدر يوم الخميس 26 أيلول 2024 عن تضامنه مع حزب الله اللبناني في مواجهته ضد إسرائيل. وقال السفير الصدر في تغريدة بمنصة إكس: يقف الإيمان كله، لبنان المقاوم بمواجهة الكفر، كل عصابة الإرهاب إسرائيل إنها معركة السماء، والحق والقيم والكرامة بوجه الباطل والأبالسة والانحطاط والمهانة. وأضاف: معكم يا أشرف الناس، بوعد الله متيقنون، وينصركم واثقون، ويومئذ يفرح المؤمنون. قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي يوم الجمعة 27 أيلول 2024 إنه لو اجتمعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وكل الجبهات التابعة لشياطين العالم لما تمكنت أبدا من الانتصار على حزب الله أو هزيمته. وأكد سلامي في تصريح نقلته وكالة تسنيم الإيرانية إن حزب الله سيخرج منتصرا هذه المرة أيضا كالسابق، ويحبط مخططات الأعداء. وفي وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجو الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع، ويوسع حزب الله عمليات إطلاق الصواري ضد الأهداف الإسرائيلية. وأشار قائد الحرس الثوري الإيراني إلى أننا على يقين أن الشعب الفلسطيني سيحقق قريبا نصرا رائعا في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة. وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 11 شهرا بعد إعلان الحرب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعا بشكل يومي.
على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعة. أكد مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين طائب اليوم الجمعة 27 أيلول 2024 إن إسرائيل لا تملك قدرة الهجوم على حزب الله. وقال طائب في تصريح صحفي إن الكيان الصهيوني غير قادر على خوض معركة برية مع حزب الله، ولو حاول دخول لبنان برا سيواجه هزيمة ثقيلة. وأضاف إن حزب الله أطلق إنذارا خطيرا لإسرائيل بإطلاق صاروخ باليستي على تل أبيب، وهذا الشعور بالخطأ دفع الولايات المتحدة لبذل جهود لوقف إطلاق النار بسرعة. وأشار طائب إلى أنه قبل طوفان الأقصى كانت المبادرة دائما في يد إسرائيل، وكانت دائما في موقع الهجوم، وكانت فصائل المقاومة في موقع الدفاع، منوها إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية كسرت الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية بعملها بخطة العدو وتخطيها 4 أجهزة مخابرات إسرائيلية وقيامها بعمل استباقي بتنفيذ عملية طوفان الأقصى. وبين أن إطلاق الصواريخ والقصف العنيف على غزة ولبنان وقتل الأطفال والنساء يعود لفشل إسرائيل في مواجهة قوى المقاومة الباسلة. أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الجمعة 27 أيلول 2024 مقتل 5 عسكريين وإصابة آخر بجروح في هجوم إسرائيلي في ريف دمشق على الحدود مع لبنان. وقالت الوزارة في بيان على صفحتها في فيسبوك إنه في حوالي الساعة 1:35 فجرا شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا أحد مواقعنا العسكرية على الحدود السورية اللبنانية قرب كفير يابوس في ريف دمشق. وأضافت أن الهجوم أدى إلى مقتل 5 عسكريين وإصابة آخر بجروح دون أن تكشف رتب القتل العسكريين نتيجة الهجوم. أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الجمعة 27 أيلول 2024 أن ولاية القانون والقضاء هي ولاية دستورية وقانونية. وقال زيدان في بيان أن الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية تحرص على تضمين دساتيرها وقوانينها مبدأ سيادة القانون باعتبار أن القانون هو السلطة العليا. واقعيا في جميع الدول التي تحرص على خضوع مواطنيها للقانون دون تمييز، ومثال ذلك دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة 5 منه أن السيادة للقانون. كذلك ورد في الدستور المصري لسنة 2014 في المادة 94 منه إن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون، كما ورد في الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل 6 منه إن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له. كذلك ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 في المادة 7 منه الناس جميعا سواء أمام القانون. كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسوم اليوم الجمعة 27 أيلول 2024 عن زيادة جديدة في ضريبة نقل العقار في العراق. وقال المرسوم في تدوين على حسابه الشخصي بمنصة فيسبوك إن هناك زيادة جديدة في ضريبة نقل العقار من 40% على العقار السكني إلى 100% على العقار التجاري، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل وركود سوق العقارات. ونشر المرسوم وثيقة صادرة من الهيئة العامة للضرائب تتعلق بفرض الضرائب الجديدة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء. طرح الخبير في الشؤون الأمنية أحمد التميمي اليوم الجمعة 27 أيلول 2024 ما أسماه مبدأ اللا عودة في حرب لبنان، فيما أشار إلى أن الكيان الصهيوني سيهاجم جنوب لبنان في حال شعر بوجود ضعف حقيقي بقدرة حزب الله الدفاعية. وقال التميمي في حديث إن قرار تل أبيب باجتياح جنوب لبنان اتخذ فعليا أو بالأحرى موضوع على الطاولة بانتظار التنفيذ، وهو مرهون بنقطة واحدة وقد يقودها إلى مستنقع كارثي، بمعنى أن الاستنزاف المادي والبشري يكون أضعاف ما حصل في غزة. لافتا إلى أن حكومة نتنياهو لا تبالي لدعوات الدبلوماسية والاستقرار
وما إلى ذلك، لأنها لم تتراجع في غزة، وحصيلة الشهداء والجرحى تجاوزت 100,000 مدني، فيما الإدارة الأمريكية حتى اللحظة تنفي وجود أي أخطاء أو على الأقل تدين الإبادة الجماعية، أي إننا أمام نفاق أكبر دولة في العالم. وأضاف أن تل أبيب إذا شعرت بوجود ضعف حقيقي في قدرة حزب الله الدفاعية فإنها ستهاجم جنوب لبنان لا محالة، وإذا ما حصل ستندفع كل الفصائل الشيعية لدعم المقاومة عند ستتدفق الآلاف من المقاتلين من شتى الجنسيات، مشيرا إلى أن كل الدول مهما كانت ضغوط أمريكا ستغض النظر عن تدفق المقاتلين، لأن الوضع سيكون فوضويا للغاية وتشتعل المنطقة لا محالة. دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم اليوم الجمعة 27 أيلول 2024 للاهتمام بالمعالم السياحية داخل العراق، وقال الحكيم في بيان إن العراق يمتلك من المعالم الدينية والتاريخية والبيئية والثقافية ما يجعله قبلة للسواح ومن أهم البلدان السياحية في المنطقة. وأضاف أنه في يوم العالمي للسياحة نحث الجهات المعنية على الاهتمام بالمواقع والمعالم السياحية بالشكل الذي يجعلها ملائمة لاستقبال السواح. وتابع الحكيم إن استثمار السياحة كواحد من مصادر الدخل بالإضافة إلى الزراعة والصناعة والاستثمار والتكنولوجيا وغيرها من الملفات القادرة على توفير إيرادات مالية كبيرة لمغادرة الدولة الريعية أحادية الدخل. أشاد رئيس تحالف العزم النائب مثنى السام الرائي اليوم الجمعة 27 أيلول 2024 بكلمة رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبينا أنها تليق بالعراق وتاريخه ومكانته الدولية. وقال السامرائي في منشور على منصة إكس: تابعنا كلمة رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني أمام دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة 79، وقد كانت كلمة تليق بالعراق وتاريخه ومكانته الدولية، وتعبر بوضوح عن توجهاته وتعكس إرادة شعبه ومبادئه الوطنية والعربية والإسلامية والإنسانية. وكان السوداني قد أكد في كلمته أن إيقاف ما يحدث في فلسطين والمنطقة من انتهاكات هو مسؤولية الجميع، وفيما أشار إلى فشل مجلس الأمن في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، أكد وقوف العراق مع لبنان والمضي بتقديم المساعدات لتجاوز آثار هذه الاعتداءات. كشفت شبكة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الجمعة 27 أيلول 2024 عن وجود رغبة إسرائيلية حقيقية بغزو لبنان ورفض محاولات التهدئة. وقالت الشبكة في تقرير لها إن رئيس وزراء النظام الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض تقديم أي جواب أو رد للعرض الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان، موردة تصريحات لقائد الجبهة المحلية للجيش الإسرائيلي رافي ميلو التي أكد فيها أن القوات الإسرائيلية باتت في مراحل متقدمة لتنفيذ عملية عسكرية داخل الجنوب اللبناني. الشبكة أشارت إلى أن رفض نتنياهو الرد على العرض الأمريكي يؤكد وجود نية حقيقية لديه لتنفيذ تهديده بغزو الجنوب اللبناني، الأمر الذي تخشى الولايات المتحدة بحسب تعبير الشبكة أن يقود إلى حرب شاملة في المنطقة.